السعر المقدم سعر جذاب جدا بالنسبة للقطاع الغذائي في مصر. القطاع الغذائي في مصر بيتداول تقريبا على مضاعف ربحية 9 مرات. الديل معمول على تقريبا مضاعف ربحية 18 مرة. فده بالنسبة للسوق المصري للقطاع الغذائي عالي، تقييم عالي. هو بالنسبة للقطاع الغذائي في لو قلنا الإيمرجينج ماركت وميدل إيست، فهو within النورمال رينج. يعني هو القطاع الغذائي في ميدل إيست والإيمرجينج ماركت بيتداول تقريبا على من 15 مضاعف ربحية من 15 ل 20 مرة، فهو within النورمال رينج بتاع الميدل ايست. بس بالنسبة للقطاع في السوق المصري يعتبر السعر يعني جذاب جدا للسوق. طب سلمى، يعني شاهدنا البوست الذي وضعه السيد محمد دوماطي العضو المنتدب لدومتي، والذي تحدث فيه عن أنه سعر سهم دومتي انظلم في السنوات الثمانية الأخيرة بتقييمات منخفضة. هل هذا الظلم بين قوسين يسري فقط على دومتي؟ هل يسري فقط على قطاع الصناعات الغذائية في مصر، أم أنه هذا الخصم السعري موجود في البورصة المصرية بشكل أوسع؟ هو الـ يعني ما نقدرش نقول إن في ظلم في القطاع. يعني إحنا الفالويشن بيكون معمول على أساس الأداء المالي للشركة، ولو في خطط توسعية معلنة للشركة ده بيتم أخذها في الاعتبار في الـ valuation عشان نطلع قيمة عادلة للشركة. ف يعني مع الاقتصاد المصري والبورصة المصرية، فأنا شايفة إن هو يعني كان بيتداول على أو مش بيتداول على السعر العادل ليه، هو ما كانش مظلوم في السوق المصري. بالرغم من أنه أشرت بأنه الصفقة تقيم مكرر ربحية عن مكررات أعلى مما كان يتداول عليها بشكل كبير، تقريبا ضعفين. بالضبط. طيب، هل في يعني ممكن أن نشهد مزيد من الارتفاعات على أسهم قطاع الصناعات الغذائية في مصر في ضوء يعني هذه الصفقة وقيام المستثمرين المصريين والأجانب في الشركات الأخرى بإعادة تقييم الشركات هذا القطاع المصرية؟ بالطبع، يعني سعر الصفقة زي ما قلت هو سعر جذاب جدا بالنسبة للقطاع وبالنسبة للسوق المصري، وده طبعا بيعكس فرصة استثمار للقطاع ككل. فبالطبع الصفقة لو تمت بالسعر ده هيبقى فيه إعادة تقييم ضمني للشركات على أساس يعني الصفقة دي. ما رأيكم لقطاع الصناعات الغذائي في مصر، وربما أبرز أسهمه في ضوء فرص النمو؟ هل هي فرص نمو للسوق المحلية أم فرص نمو للتصدير في قطاع الصناعات الغذائية المصري؟ بالطبع هو طبعا القطاع الغذائي هو بيتسم من بعدم وجود مرونة في الطلب، فبالتالي الأسهم بتاعته ديفنسيف، ممكن يتأثر شوية كميات المبيعات بتاعته في الأوقات اللي بيكون القوة الشرائية فيها ضعيفة شوية لما بيحصل زيادة في الأسعار. لكن النمط الاستهلاكي بيرجع لطبيعته بعد شوية، فبيرجع للنورمال رينج بتاعه، فده بيأثر على الإيرادات بتاعت الشركات. وطبعا في شركات كتيرة استفادت في القطاع الغذائي من ان هي التصدير بتاعها مع الديفالويشن اللي حصل، فطبعا ده أثر بصورة يعني انعكس بشكل إيجابي على الإيرادات والهوامش الربحية بتاعت الشركات دي.